بسم الله، مساكم الله بالخير. اليوم عندنا باذنجان اسود، طبعا تصير منه حاجات كثيره. اليوم اول شيء حبدا به متبله الباذنجان. عندي حبتين باذنجان اسود، حخرجها بالشوكه زي ما انتم شايفين، عاملها كده فيها اثقاب، وحشويها على نار غاز. زي ما انتم شايفين الباذنجان حطيتها على نار غاز. انا عندي كده غاز صغير لازم للطواري في المطبخ، ما ينفع على الكهرباء، وكل 5 دقائق اديرها. هذا عندي الباذنجان عشان الوقت انا شويته يكون بالطريقه هذه، وحقشره واكمل بقيه السلطه. سكينه حاده زي ما انتم شايفين كده، اشيل القشره الخارجيه للباذنجان. زي ما انتم شايفين خلاص اتقشرت عندي الباذنجانه، نحصل فيه بذور الباذنجان جوتها، هذه اشيلها ما اخليها موجوده جوة السلطه. زي ما انتم شايفين شلت البذور، طبعا ما قدرت اشيل كلها، وبالشوكه بهرسه بالطريقه هذه. اضيف للباذنجان فستون وطماطم مقطعه، احط البصل كمان، وححط كمان شويه بقدونس وشويه نعناع واخلطهم. حط البقدونس والنعناع، وحط ملعقتين ليمون وشويه ملح واخلطهم. زي ما انتم شايفين بحط الباذنجان هنا وحزينه، وحط عليه زيت زيتون، وبالطريقة هذه. وهذا عندي المتبل جاهز زي ما انتم شايفين، وبالعافية.